لرعاية الشباب وضع نظام للتقييم. ما هو التقييم الأهلي؟ التقييم العام الذي تمر به ويقوم به الرئاسة العامة لرعاية الشباب سنويا نحصل فيه نحن أندية القضية على المراكز. لقد حصل هذا الصبر في السنوات الثلاث الماضية على المركز الأول ولا يزال هو نادي صغير في المرتبة الثالثة. فأين التقييم؟ هل للمشاركات؟ هل للإنجازات؟ هل للمستويات؟ هل التقييم للعبة معينة كرة قدم؟ هل للعمل الاجتماعي؟ هل للعمل الثقافي؟ هذه بجدية أيها الإخوان يجب أن تناقش على إعادة وضع ميزانيات سنوية للأندية بناء على درجات تحديد آلية معروفة للتشاور والمناقشة بين الأندية والمكاتب والاتحادات الرياضية. فقط متلقين لا نعمل شيء أبدا، ننفذ قوانين حتى القوانين التي تخرج الجديدة ليس لنا أي يد فيها، يعني حتى المشهورة مقبولة رغم أننا أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب نص أعضاء الاتحاد. عمل جدول لقاءات دولية بين مندوبي الأندية في الداخل هنا على مستوى القطيف وعلى مستوى المنطقة لدراسة المشاكل التي نمر بها يوميا. مناقشة دور الأندية وصلاحيتها حيال القوانين والأنظمة التي تقرها الاتحاد. على أمل أن يتم مكتب بقية أندية المحافظة الستة إلى مكتب الدوري، لأننا سئمنا من العمل مع مكتب الدوري. هناك جهود كامل بالتعامل مع مكتب الدوري. أقول بصراحة أن المعاملة اللي تأخذ أسبوع تأخذ سبع شهور بالرئاسة لترسيم السكرتار. الحاق المدربين المتعاقدين مع الأندية في نظام العلاج في المستشفيات الحكومية. دراسة سلم الرواتب المدربين المتعاقدين وكذلك إعادة تقييم عدد المدربين للفرق الرياضية. فرقنا الرياضية موجودة في الفتاة الناشئين وشباب وأولى ومدرب واحد. والرواتب الله أعلم يعني أعلى راتب يمكن يستلمه متعاقد مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب 3600 ريال. هذا ما يمشي حتى في سوق الفضاء. دراسة وعمل آلية للاتصال واللقاء والمشاورات بين الأندية ومكاتب الرئاسة. قد تكون غريبة لكن أيها الإخوة نحن لم نلتقي بأي مسؤول في الرئاسة أو في مكاتبنا على المستوى الرسمي منذ 8 سنوات. لسنا جمعيات خيرية ولسنا بنوك تسليم. بالحقيقة الآن صارت المصالح الشخصية أكثر منها من الانتماء والعطاء. هذا الأول. الآن لله عليه الفلوس يمكن نسوي على كيفه، بينما 90% أنا أعرف بأن 90% إلى 80% من لاعبي أندية القطيف موظفين رياضيين بسبب الرياضة. ومع ذلك الكل يطلب الفلوس كأن النادي يوجد عليه الفلوس. على الأبناء أن يتفهموا نوعا ما المشاكل التي تتعرض لها في مسيرتي القاتلة في العرب نحو من يستحقون ذلك. ولنصدخ بمثل أفواهنا لنقول للمحسن أحسن وجزاك الله خيرا. لا يسعني إلا أن أقدم الشكر والتقدير للأخوة في لجنة التكريم على هذه الجهود المتميزة وعلى حسن التنظيم، والشكر كذلك للرعاة والداعمين لهذا العمل الاجتماعي ولنادي النور الذي استضاف هذا الحفل. والشكر موصول لهذه الوجوه الطيبة التي حضرت وشاركت، خصوصا من تجشموا على السفر والترحال في هذا الشهر الفضيل. أعزائي الحضور، إخواني رؤساء وأعضاء مجالس أندية محافظة القطيف، أبنائي اللاعبين، أرحب بكم جميعا في بيتكم الثاني نادي النور بسنابس، فأهلا وسهلا بكم. واللجان الأهلية الكثيرة يجب على المجتمع أن يساعدوهم ويدعموهم بل ويكرمهم ليشعروا بتقدير المجتمع لهم. شكرا لكم على هذا الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأجلك يا قطيف تغيب.
جميعا صراحة لأنها صراحة تكريم من إخوة الشباب، والشباب عماد المجتمع صراحة. فالله يقويكم والله يجزاكم خير، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. الحمد لله، الحفل كان حفلا بهيجا، أبرز لنا الأقوال والمنجزات التي قام بها أبناؤنا وشبابنا في الأندية المختلفة في المنطقة، وإنني فخور بمستوى أداء هؤلاء الشباب في المجال الرياضي، وأيضا أنا فخور بسلوكهم وبإخلاصهم لوطنهم ومجتمعهم، ونأمل إن شاء الله أن نرى فيهم أبطالا على مستوى الالتزام بالقيم وعلى مستوى خدمة المجتمع في كل المجالات. أرجو لأنديتنا الرياضية كل تقدم وكل توفيق باحتواء واستقطاب هذه الطاقات الشبابية وفي منحها الفرصة للإنجاز والإبداع في مختلف المجالات. أسأل الله لهم التوفيق، وأشكر لجنة التكريم الأهلية من محافظة القطيف على هذه الالتفاتة الرائعة الجميلة، وأتمنى لها التقدم في عملها وفي مسيرتها في كل عام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لجنة التكريم على ما بدلوه من جهد تكريم هذه الأندية، كما نشكر نادي النور على مضافته إلى هذه المناسبة. كل عام وانتم بخير. يمكن انا بالبلد اعرف نادي منافس لي فقط ونادي، ولكن ممكن لا اعرف انجازات نادي تاريخ، انجازات نادي مثل الصفا. فمثل هذه المناسبه حقيقه اوضحت لنا نسبه اللي هي انجازاتنا كمحافظه. انا اظن ان الكلمات ان وصلت الى يد المسؤولين فانها ستنظر لها نظره ايجابيه حقيقه. فالانسان اذا قال انا اريد، ليس عيبا، ليس عيبا الانسان يريد ما يريد، لابد ان يحصل، وهذا منتهى الشجاعه، وهي تحسب ايضا من الانجازات ايضا، ان الانسان الشجاع هو اللي يحصل على ما هذا. ماديا على دعم اللاعبين، تبتغي ان يكون التكريم مبدا دائم وقائم، تحافظ على حماس الناس، تحافظ على ادائهم، تحافظ على جميع مؤسساتنا الاهليه ولابنائنا. كل عام وانتم بخير. المناسبات ان شاء الله الجايات اكثر، اتوقع انها الى الامام يحتاج على رؤوس المستضيف أندية محافظة القطيف، نقول ليتم تكريم هذا القبل والله لو كل نادي جاب على يعني جاب معاه 50 عضو من أعضاء النادي في الصالة حدود 6 شخص. النادي بحاجة لهم، النادي بدون اتفاق ما يسوي شيء. الحضور النوعي أنجح الحفل بلا شك، الحضور النوعي للأندية المعنية بالتكريم والحضور النوعي للرياضيين الموجودين. هنالك ملاحظة حضور الجماهيري، ولعل هذه مناسبة أعزي فيها عائلة الكابتن علي مبارك الضيمي رحمه الله، لعل الأثر الذي أحدثه غياب المرحوم في نفوس أهالي سنابس يعني أثر على حضور التكريم الليلة، وهذا شيء غير مستغرب لمكانة طبعي. زي ما ذكرت لك أستاذ عبد الله، الحفل ناجح، ويكفي نجاح الحفل هو وجود كفاءات في سنابس أمثالكم. الاهتمام الشعبي أو الاهتمام الأهلي والاهتمام الاجتماعي بالمؤسسات لم يصل إلى درجة النضج لفهم المؤسسة ودورها في المجتمع. المؤسسات الوقائية في المجتمع مظلومة. الأندية الرياضية هي مؤسسات وقائية ومظلومة في المجتمع. المؤسسات العلاجية هي اللي يهتموا فيها، وللأسف يعني احنا دائما نهتم بالمؤسسات العلاجية ونعطيها
البذل المادي والمعنوي والوقفة أكثر من النادي اللي هو الجهة الوقائية. 90% من الإنجازات في المملكة حصلها به. عنوان الرياضي يعني الإنجاز الرياضي إذا صح التعبير أجبر الأخوة العاملين في اللجنة على ضرورة التكريم في السرعة الدورة الرابعة، وخلى الأمور تتجمد بالاتجاهات الثانية وتنشط الاتجاه الرياضي. كل عام بخير، رمضان مبارك إن شاء الله، من إنجاز إلى آخر ومن حفل إلى احتفالات.